دكتور حسن زرداني، استاذ جامعه القاضي عياض مراكش، رئيس المركز المغربي للمبادره القانونيه والتنميه المستدامه. بالنسبه لندوه اليوم المرتبطه بحق المراه في الولوج الى العداله، هي فكره جاءت في اطار الراهنيه الحدث والصحه القانونيه التي عرفت مجموعه من التعديلات، خاصه قانون رقم 103/13 المرتبط بمحاربه العنف ضد النساء، ايضا من خلال توجهات كبرى للدستور المغربي من خلال مناصفه بين الرجل والمراه. الجميل في هذه الندوه ان شركاء مع المكتب الجهوي الودادي الحسني للقضاة، وايضا مكتب الودادي الحسني لمحكمه النقد، للمشاركه بخبراء من القضاة الذين عاينوا الميدان وعاينوا المعاناة المرتبطة بحقوق المرأة في الولوج إلى العدالة. هذه الندوة ترتبط بمجموعة من المحاور، محور يرتبط بالشق الجنائي أو الجنحي، حيث هناك خلية التكفل بضحايا العنف على مستوى المحاكم، خاصة المحكمة الابتدائية هنا بمراكش، حيث المسألة أسندت لنائبة مقتدرة تحت إشراف السيد وكيل الملك. أيضا من خلال مداخلات مرتبطة بولوج المرأة إلى قضاء الأسرة، هناك إشكاليات مرتبطة بهذا الموضوع، هناك السيد قاضي توثيق، قاضي الزواج والتوثيق، وأيضا شؤون قاصرين سيقوم بسرد تجربته في هذا المجال وإشكاليات مرتبطة بهذا الموضوع. ثم هناك موضوع آخر يرتبط بحق المرأة السلالية في الولوج إلى العدالة. لماذا؟ لأن موضوع المرأة السلالية هناك قضايا شائكة، وهناك المرأة كانت لا يتم توريثها ولا تأخذ شيء في حق الانتفاع. الآن صار هناك دوريات وزارة الداخلية، وهي دوريات ينبغي أن ترقى إلى قانون، وبالتالي تأهيل المرأة للوصول إلى حقها في مجال العدالة طبقا لمقتضيات الدستور المغربي. الحق في التقاضي هو مكفول لجميع المواطنين بدون تمييز، وبالتالي فهناك ايضا تجربه محكمه النقد ستكون حاضره من خلال مداخله المستشار حسن فتوح، على اعتبار انه سيدلي بموقف محاكم او محكمه النقد من خلال مبدا المناصفه بين المراه والرجل. ولا ننسى الدور المهم هو دور المنظمين لهذه الندوة، لأن الندوة هي في إطار جمعوي بغض النظر على مسألة الخبراء القضاة، ولكن المسألة منظمة في إطار جمعيات مهنية للودادي الحسني للقضاة، وأيضا للمركز المغربي لمبادرة القانون والتنمية المستدامة، وهو دور المجتمع المدني في تأهيل المرأة و يعني إيصالها إلى حقها في الولوج إلى العدالة من خلال تجارب سابقة قمنا بها، وهي مراكز الاستماع اللي كتعطي فرصة للنساء للتعبير عن كل القضايا المرتبطة بظلمهم في المجال القانوني، وبالتالي هناك عوائق اجتماعية واقتصادية وقانونية، وهذا هو مضمون هذه الندوة.